ب47 دقيقة قصفت البوارج الإسرائيلية منطقة بحر خان يونس. نحن نتابع الأحداث بالدقيقة لأن من المهم توثيق ذلك. وقبل قليل وثقنا بعدسة الكاميرا تحليق عدد جديد من الطائرات الاستطلاعية وهي غير مألوفة على الإطلاق، تحلق في المنطقة. مسيرات، طائرات صغيرة أم طائرات كبيرة وسط محمد؟ مدينة خان يونس هي طائرات مسيرة تقوم بعملية تصوير ورصد، وأيضا هي طائرات تجسس لونها بيضاء وهي غير مألوفة، لم نشاهدها في المرات الماضية. وعلى ما يبدو أن الجيش الإسرائيلي يستخدم هذه الطائرات التي لا تصدر صوت حتى لا تلفت الانتباه ويتم رصد خرق اتفاق الهدنة الذي وقع أو الذي أبرم بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. هذه هي الطائرة الآن تصل إلى المنطقة ونشاهد ونستطيع تصويرها بالصورة. نعم، ها هي الطائرة جديدة تصل إلى المكان وهي طائرة مسيرة، لا أستطيع يعني تحديد نوعها لأنه هو نوع جديد. نشاهدها الآن واضحة يا محمد في الصورة، طائرة بيضاء. نعم سعد الدين. نعم، هذا التوثيق عبر شاشة الحدث لخرق جديد لاتفاق التهدئة المؤقتة التي رعتها مصر وقطر. وكما نشاهد عبر كاميرا الحدث هذه الطائرة هي واحدة من ثلاث طائرات استطعنا تصويرها. محمد أنت أقرب، ربما الصورة لدينا غير واضحة. هذه مسيرة أم طائرة عادية؟ هي طائرة مسيرة تقوم بعملية إطباق وأيضا عملية تحليق بشكل دائري على أهداف معينة. هي تصل إلى شارع صلاح الدين ثم تقوم بتحليق في المنطقة الغربية بشكل دائري، وهذا يسمى في العملية العسكرية عملية إطباق من خلال الطائرات الإسرائيلية المسيرة التي تقوم بالتحليق والتحويم في المنطقة تحديدا في خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث تقوم بعملية تصوير وعملية تجسس. وهي طائرة تتبع للاستخبارات الإسرائيلية العسكرية التي تقوم بعملية جمع المعلومات. أود الإشارة هنا، نود أن نتوقف فقط للتنويه محمد، لنشير إلى هذه الأخبار وهذه المعلومة الآن. الحدث وعبر مراسلها من خان يونس تقوم برصد ونقل هذا الخرق بعد الإعلان عن تمديد الهدنة ليوم سابع. إذن الحدث ترصد الآن تحليق طائرة استطلاع كما قال مراسلنا أنها هي تابعة للاستخبارات. تفضل اكمل محمد. نعم، هذه الطائرات تقوم بعملية تصوير وعملية توثيق وأيضا تجسس لبعض الحركة هنا على الأرض، وشاهدنا هذه الطائرات وتابعناها حينما قمنا بعملية مرافقة للصليب الأحمر حينما قام بتسلم الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين الذين هم في قبضة القسام. وكما تحدثتم قبل قليل أن هناك صعوبة في حصر من هم لدى القسام والفصائل. نعم الأخرى محمد. نستطيع القول بأن القسام وصل إلى اتفاق مع الجهاد الإسلامي وأيضا الفصائل الأخرى لعملية تسليم، لكن بالاتفاق بين الفصائل ومن ثم تسليمهما إلى الصليب الأحمر. وهذا نعم. ما شاهدناه في صور التي قمنا بتصويرها قبل يومين.